ينفتح باب حرق الكتب المقدسة على مصراعيه. حرية التعبير التي تتيحها القوانين الأساسية في السويد تستخدم لأهداف أخرى، مرة للتعبير عن التطرف اليميني، وأخرى لمصالح شخصية قد تتعلق بالإقامة واللجوء، وثالثة لاختبار حدود حرية التعبير وما إذا كان هناك ازدواجا في المعايير. من راسموس بالودان الذي أشعل السويد وغادرها إلى سلوان موميكا الميليشيوي السابق الذي تسبب بموجة من ردود الفعل الغاضبة ضد السويد في وقت حساس، إلى طلبات لحرق التوراة والإنجيل وكتب هندوسية في أماكن مختلفة. يبدو أن حرق الكتب يحقق أهدافا لا علاقة لها بحرية تعبير المرء عن رأيه. فوضى حرق الكتب تجلت في الدنمارك أمس بحرق شخص عراقي لما قال إنه نسخة من الإنجيل، واضعاً أعلام السويد والدنمارك تحت قدميه، ورافعاً صور الزعيم الإيراني علي خامنئي. يستطيع أي فرد في السويد ودول أوروبية أخرى الحصول على ترخيص لتجمع عام يحرق فيه ما شاء من الكتب والأعلام، لكن ماذا بعد؟ يخاطر إبقاء الباب مفتوحاً لحرق الكتب المقدسة بنشر مزيد من الكراهية بين فئات المجتمع، خصوصاً بين المهاجرين الذين قدموا من دول أنهكتها الطائفية ودمرت التعصب الديني مجتمعاتها، فيما تتمسك المجتمعات الغربية بحرية التعبير باعتبارها أمرا مقدسا أيضا. يثير حرق الكتب المقدسة نقاشا قانونيا وسياسيا ومجتمعيا في السويد. النتائج السلبية التي ارتدت على البلاد تدفع كثيرين لإعادة النظر في القوانين وحدود حرية التعبير. البون شاسع بين من يعتبر حرق الكتب مقدمة لمهاجمة أصحابها ومن يعتبر ذلك تعبيرا عن الرأي. يجب أن يحميه المجتمع حتى لو دفع أثمانا باهظة. استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة أظهرت أن غالبية السويديين يريدون حظر حرق الكتب المقدسة، وتحركت الحكومة بهذا الاتجاه في عملية تبدو طويلة قانونيا، فيما استمر الجدل بين خبراء القانون ما إن كان ذلك يتطلب تعديلا دستوريا يحتاج إلى دورتين انتخابيتين، أم أنه يحتاج فقط إلى تعديل قانون التجمعات العامة بجعل حرق الكتب جريمة كراهية. مخاض كبير تشهده قضايا حرية التعبير في البلاد أمام فوضى حرق الكتب المقدسة وما تسببه من تداعيات. قد يفضي الحراك إلى قوانين أو إجراءات جديدة، لكن الأهم أن يوقف موجة الكراهية التي تتجاوز حرق الكتب إلى حرق قيم الانفتاح والمساواة بين البشر، وحرق كل القيم الجميلة التي يريد اليمين المتطرف استبدالها لتحل محلها أفكار القومية والانغلاق.